النجم المغربي حكيم زياش، النجم المغربي حكيم زياش هو اللاعب الوحيد اللي المغاربة كلهم مجتمعين عليه، هو اللاعب الوحيد اللي ما تلاقيش حد من المغاربة ما بيحبوش حب مجنون، حب عظيم، حب كبير جدا. المشجع الحقيقي للمغرب هيعرف قد ايه حكيم زياش استحمل ضغوطات واغراءات وتهديدات من الاتحاد الهولندي، ورغم كده اصر على تمثيل المنتخب المغربي رافضا تمثيل المنتخب الهولندي. حكيم زياش ان شاء الله هيكون له دور كبير جدا مع المنتخب المغربي خلال الفترة القادمة، وان شاء الله يكون عامل اساسي ومهم في تتويج المنتخب المغربي بكأس افريقيا 2025. حكيم زياش يا جماعة فخر العرب والله، بأخلاقه، بأدائه، بإمتاعه، بقدراته، بإمكانياته، بتوهجه، بجماله، بسحره. حكيم زياش أفضل أفضل لاعب عربي عاصرته من وجهة نظري. أنا أعرف زياش وأتابعه منذ أن كان في أياكس، منذ أن كان ساحر أوروبا، منذ أن كان متوهج ونجم الدوري الهولندي الأول. حكيم زياش عاد من الإصابة، شارك مع جلطة سراي. يا سادة يا كرام، حكيم زياش النجم المغربي الكبير عاد بأفضل عودة وسجل هدفين النهاردة، هدفين ولا أجمل ولا أحسن ولا أروع. زياش يا جماعة لعيب عظيم جدا جدا جدا، وهدفين النهاردة اللي سجلهم مع جلطة سراي في الدوري التركي يرجعوا له الثقة، وإن شاء الله يكون متواجد مع زملائه في المنتخب المغربي في معسكر الشهر شهر 11 شهر نوفمبر، وإن شاء الله نشوف سحر زياش مع حكيمي، مع دياز، مع سفيان رحيمي، مع عز الدين أناحي، مع باقي نجوم المنتخب المغربي.